أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يؤخذ العلم عمن كثرت أخطاؤه في العقيدة؟ لا، الحمد لله العلماء المحققون موجودون، ولو أن تسافر إليهم تستمع منهم ولا تأخذه من واحد فاسد العقيدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: وإذا اعتذر وقال أن هذا سبق لسان، يقول هل وش اللي سبق لسان؟ الخطأ في العقيدة. يقول الخطأ في العقيدة، نقول صحح كلامك، تجنب هذا الشيء. نعم.